خلاص كلها كام يوم ومصر هتشارك في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 ب 49 لاعب ولاعبة من مختلف الرياضات والألعاب. عندنا رياضات كتير، رفع أثقال، سباحة، تنس طاولة، ألعاب قوة، ريشة طايرة، كرة طايرة جلوس، والبارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، كل دي ألعاب بنشارك فيها. عدد كبير الحقيقة من اللاعبين عندهم قوة وإصرار وعزيمة، عايزين يحققوا أكبر عدد من الميداليات في هذه الألعاب اللي بيشاركوا فيها في البطولة دي، خصوصا بقى بعد ما شافوا أبطالنا البارالمبيين، بعد ما هم شافوا موقف دعم وتشجيع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعيبة مصر اللي شاركت في أولمبياد طوكيو. تكريم استثنائي الحقيقة شفناه كلنا من كام يوم لأصحاب الذهب والفضة والميداليات البرونزية، وطبعا التشجيع الأقوى والدعم الأبرز اللي حصلت عليه في ريال أشرف بإطلاق اسمها على أحد المحاور في القاهرة. مصر كلها الحقيقة معاكم، بتشجعكم، مستنيين نشوفكم على منصات التتويج عشان ترفعوا اسم مصر وعلم مصر. واحنا متوقعين دايما، لان احنا دايما يا بسنت متعودين في الالعاب البارالمبيه ان احنا بنحصد عدد كبير من الميداليات في كل دوره بنشارك فيها. ده حقيقي، كل الدعم طبعا لابطالنا والتشجيع ليهم، ابطالنا من البارالمبيين اللي خلاص بيعتبر النهارده وصلوا طوكيو. عايز اقول لك يا شاذلي ان مصر متميزه جدا وابطالنا محققين ارقام كبيره زي ما انت قلت واستثنائيه على مدار مشاركتهم في كرنفال الدورات البارالمبيه. عندنا منتخب رفع الاثقال اللي دايما بيحصد الذهب في كل مشاركه بيشاركها في الدورات البارالمبيه. عندنا بطل مصري اسمه شريف عثمان محقق لمصر الذهب على مدار 3 دورات بارالمبيه ورا بعض، بكين، لندن، ريو دي جانيرو. النهارده ان شاء الله في طوكيو بقى يا شريف عايزين ميداليات، يعني عايزين ذهب، لازم ذهب. عندنا كمان فاطمه عمر وفاطمه محروس ورندا تاج ورحاب وجيهان غريب وامل محمود واماني الدسوقي، كل الدعم ليكم، ربنا يا رب ينصركم وتمثلوا مصر تمثيل مشرف وقوي. عايزه اقول لكم كمان ان مصر تاريخها مشرف جدا وقوي بشكل لافت للانتباه في الدورات البارالمبيه اللي شاركت فيها، خصوصا اننا طبعا بنحتل المرتبه رقم 29 تاريخيا بواقع 150 ميدالية متنوعة، منها 42 ذهب، 55 فضة و53 برونز، خصوصا بقى دورة أتلانتا سنة 96 اللي بتعتبر الأنجح لمصر في تاريخ مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية، وده لما قدرنا نحصد 30 ميدالية منهم 8 ذهب. ومن هنا هتدخل مصر النسخة الحالية وهدفها إنها تحطم الرقم القياسي أكبر وأقوى. بنتمنى كل التوفيق لكل أبطالنا. صباح الخير على حضراتكم.